متابعين ماروكا للسبور داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كنقول لكم السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الاخباري لهذا اليوم اللي غادي نطرقوا فيه اخر اخبار فريق الرجاء البيضاء والاستعدادات ديالو المباراة اليوم ضد اولمبيك اسفي. كنتمنى منكم كالعاده تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وايضا دعمونا بالضغط على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو. الناس اللي مازال ما مشتركينش يشاركوا معنا في القناه، ونبداو على بركه الله بالاستعدادات الان اللي غادي تكون بين في المباراه اللي غتكون ما بين فريق الرجاء البيضاوي اولمبيك اسفي، المباراه اللي معروف انه غادي يكون على العارضه ديال التدريبيه، او المدرب ديالها هو ابو شروال بالمساعده ديال جيلاني وايضا عمر ونيس. ف اللي خصنا نعرفوا هو ان المباراه ديال اسفي واحد النقطه ديال التحول ديال فريق الرجاء البيضاوي بطبيعه الحال. علاش؟ لان لحد الان الرجاء البيضاوي ما منتصر في حتى شي ماتش في البطوله، خاص ضروري الانتصار في هذه المباراه. اولمبيك اسفي عارفين ان المباراه ما سهلاش، هما داروا قبل يومين داروا مأدوبه عشاء وهيئوا اللاعبين ديالهم ودعموهم بلي بريم باش انهم يفوزوا على فريق الرجاء البيضاوي. على العموم الاستعدادات دازت في اجواء عاديه جدا، الفريق تنقل الاولمبيك تنقل لمدينه اسفي عفوا لمواجهه ديال فريق اسفي اليوم. بالنسبه للغيابات ما كاين حتى شي غيابات، باش نكونوا واضحين اللاعبين كاملين جاهزين. بخصوص ايضا المنع اللي خرج اليوم قالك بان اللاعبين الجداد ما يمكنش الرجاء تعتمد عليهم، نقدر نقول لكم كان واحد المشكل ديال التاخر ديال دفع الملفات ديال اللاعبين، العصبه الاحترافيه خاصه الملف ديال الملف الطبي اللي كيخص اللاعبين، وما عرفتش علاش الاداره ديال فريق الرجاء البيضاوي تاخرت، لكن الامور الان حسمت. الرجاء البيضاوي غتقدر تعتمد على جميع اللاعبين ديالها اللي انتدبتهم مؤخرا اللي كانوا ممنوع انهم يلعبوا في المباراه ديال طنجه، الان اصبحوا مكلفين انهم يلعبوا مع الفريق ديال الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي مكتمله الصفوف، كنتمنى ان المباراه تمشي في الاجواء اللي باغينها الجمهور، لان هذه المباراه هذه لا تقبل قسمها الاثنين، ماشي مباراه ديال النقطه، خاص الرجاء البيضاوي خصو يجي منتصر منها باش يدير انطلاقه، لان الهفوه اللي وقعات والهزيمه المدله اللي وقعات في مباراه ديال طنجه عطات علامه استفهام كبيره. علاش عطات علامه استفهام كبيره؟ لان فريق الرجاء البيضاوي ماشي قدك مع عمرو يخسر بهذه النتيجه هذه، لكن الطريقه باش خسر عطات واحد علامه استفهام. علاش؟ لان في الماتش ديال العصبه، باش نكونوا صريحين ما بغيناش نوركوا على اللعابه، لكن الماتش ديال العصبه لعبوا بالطريقه ديالهم وماشي بالطريقه ديال المدرب، وهادشي راه انسان كنعرفوا جميع الرجاويين كانوا عارفين ان الماتش ديال العصبه كانوا فريق الرجاء البيضاوي ما خداوش التعليمات ديال المدرب، ما بغيناش كنا كنتفاداو اننا ما ندخلوش في هاد لي ديتاي ديال ما بغاوش ينفذوا التعليمات ديالو. اليوم غادي نهضروا على التعليمات اللي ما بغاوش ينفذوها اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي في المباراه ديال العصبه. فجمعوا اللاعبين، خاصه اللاعبين كاين واحد لي كادر ديال اللاعبين تجمعوا بيناتهم، وهما اللي اختاروا الطريقه باش غادي يلعب، خلاو المدرب كيعطي التعليمات ديالو، خلاو المدرب انه كيهضر، ما تسوقوش ليه بهذا المعنى، هادي لعبوا كرة ديالهم ربحوا. في الماتش ديال طنجة نفذوا التعليمات ديال المدرب، خسروا ب 3-0. نقدر نقول لك واش كاين تخاذل ولا ما كاينش، ما نقدروش ناكدوا منها هاد القضيه هادي شويه صعيبه، لكن الطريقه باش تسجلوا دوك ثلاثه الاهداف او اربعه الاهداف، لان كاين واحد الهدف تلغى الفريق اتحاد طنجة، كتعطي واحد علامه استفهام كبيره جدا. علاش؟ لان الرجاء ما مولفاش تلعب بديك الطريقه، ما مولفاش كيتسجلوا على اهداف بهذه السذاجه هذه. ف كنا دائما كنتفاداو المعسكر ديال تونس
وشنو وقع فيه، وما بغيناش نهضروا على المعسكر ديال تونس اللي وقع وداك الشيء اللي وقع فيه. فالان غادي نهضروا عليه حتى هو. المعسكر ديال تونس كان على الرئيس فريق الرجاء البيضاوي يريح مع اللاعبين، يعرف الخلال فين كاين، لانه هما جاوا عنده تدربوا مع المدرب. الفلسفه ديالو ماشي ديال الرجاء، عرفوها. تغيير المراكز خاصه انا شفنا يسري بوزوق ولا كيلعب في مركز ماشي ديالو، مدرب لا يفقه في شيء. فهما تجمعوا ومشاو عند المكتب المسير وهضروا معهم وقالوا لهم هذا المدرب راه ما كيصلحش باش انه يدرب فريق الرجاء البيضاوي. هذا الشيء نعم وقع في معسكر ديال تونس، واغلب الرجاويه راه ما فخبارهمش هذا البلان اللي وقع. وكنا ايضا ما كنبغوش نطرقوا لهاد المواضيع، علاش؟ من اجل الحفاظ على التركيز ديال المجموعه، باش ما نسماوش حنا من المشوشين ومن الناس اللي ما باغيش الخير لفريق الرجاء البيضاوي. فصمتنا على هذه القضيه، ما هضرناش عليها، لان في معسكر ديال تونس بان بان المدرب اللي جابوا للرجاء قد فوق فريق الرجاء البيضاوي وبيدق فريق الرجاء البيضاوي واعطى بضاعه غير صالحه لعادي الهالة. هادشي هذا ما كناش بغينا نهضروا عليه نهائيا، لكن هادشي وقع في معسكر ديال تونس. معسكر ديال تونس جاوا اللاعبين اللي كيتسموا لي كادر ديال الفريق ديال الرجاء البيضاوي، هضروا مع المكتب المسير. المكتب المسير ما خداش النصيحه ديالهم وما خداش الرساله ديالهم، ما خداش الهضره ديالهم على محمل الجد، لان العمل اللي كان كيقوم به حاليا كان كيقوم به عمر والنيس، هو العمل اللي كيقوم به. هما اللاعبين اللي عندهم علاقه زوينه مع عمر والنيس وكيستمعوا للنصائح ديالو، كيخدموا معاه بطريقه احترافيه. فكان كيدخل المدرب كيفرض شي حوايج ما كاينينش على اللاعبين، لا علاقه لهم بالتدريب ديال فريق الرجاء البيضاوي، هما مولفينش بهذه الخدمه اللي كان كيدير. تاكد بان المدرب مدرب فاشل، مدرب ما عندوش علاقه بكره القدم نهائيا، مدرب غير سامع، مدرب جاتو الفرصة بسبب نقدر مبغيش نقولو التخاذل ديال عادل هلا، ولكن بسبب أنه عادل هلا مشى بحث على مدرب رخيص، فالنتيجة كان أنه تنصب عليه في مدرب هذا اللي كاين. الرجاء البيضاوي جا واحد الوكيل عطاهم مدرب لا علاقة له بقيمة ديال فريق الرجاء البيضاوي، هذا واقع خصنا نهضرو عليه، لأن هادشي مبغاوش يهضرو عليه شحال موحدين بأن عادي الهالة هو اللي مشى قلب على هاد الوكيل ديال المدربين او اللاعبين اللي جاب لي اللاعبين. وكنتمنى اللاعبين يكونوا ما يخدموش فريق الرجاء البيضاوي، ما تكونش الصفقات اللي غادي تسمى انه الرجاء البيضاوي تشمت في هاد اللاعبين وتشمت في المدرب. بركه الشمته ديال المدرب، الله يجعل البركه، فما بغيناش نتشمتوا حتى في اللاعبين اللي جابوا، لانه الخطا اللي دار عادي الهالة انه تعامل مع وكيل اعمال واحد جاب لي عدد كبير من اللاعبين وجاب لي ايضا المدرب واعطاه عصا باش يضربو. ملي كتدخل وكيل اعمال كيولي شاد لك اكثر واحد النسبه اكثر ديال 25% او 30% ديال الفرقه، كيولي انه محكم لك في الفرقه، فانا كتعطيه عصا باش انه يضربك مستقبلا. نتمنى ان الاختيار ديال المدرب يكون اختيار موضوعي، لان كاين عدد كبير ديال الاسماء اللي كتداول حاليا غنهضروا عليهم. المدربين اللي تزادوا في القائمه واللي عرفنا ان فريق الرجاء البيضاوي كيتحاور معهم فغادي نهضروا عليهم. ولكن قبل ما نهضروا غادي نهضروا على عوده ديال السرغيني الكواليس ديال فريق الرجاء البيضاوي والتواصل ديالو مع عادي الهالة والتواصل ديالو مع مكتب مسير، التواصل ديالو مع بعض الافراد هما اللي جابوه للرجاء البيضاوي. فجاء وبدا يقترح مدربين اخرين، حط واحد القائمة ديال المدربين لعادي الهالة وكينصح بانه وكانه الناصح والامين على فريق الرجاء البيضاوي. فحاليا بعد المنخرطين ومكتب مسير رفضوا التعامل بتاتا مع السرغيني،
خاصه انه تبين لهم ان الصفقه ديال روسامير صفقه فاشله وانه ما احترمش قيمه ديال فريق الرجاء البيضاوي. يعني هو كوكيل ديال اللاعبين وكوكيل ديال المدربين على الاقل خصو كان عليه يعرف قيمه ديال فريق الرجاء البيضاوي، لانه عارف وعنده انتماء لفريق الوداد البيضاوي، فما كانش عليه انه يقدف الفريق الرجاء البيضاوي هذا المدرب اللي ما عنده حتى شي قيمه وفاشل مشى قدفوا لهم، والان راه كيبحث على مدرب اخر عاوتاني باغي يقدفوا الفريق الرجاء البيضاوي. فانا كنقول العادل العاله رئيس فريق الرجاء البيضاوي حذاري 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 من الاختيارات الفاشله، فحتى الطريقه باش انك تعاملتي عادي الهاله مع الملف ديال المدربين وعطيتي الثقه للمساعد المدرب الجناني اللي كان مساعد المدرب ديال روسامير، عطيتيه هو اللي يتكلف بانه يجيب لك مدرب، حتى الهضره هي اللي كدور حاليا اللي خصنا نعرفوا، الهضره اللي كدور حاليا هو ان الجناني من بين الاعضاء اللي خولت لهم اداره الفريق الرجاء البيضاوي انهم يجيبوا مدرب. ف كنظن هذه مغامره غير مسبوقه، مغامره اللي تقدر تادي فريق الرجاء البيضاوي. علاش؟ لان الجيراني غيبحث ايضا على منصب مع فريق الرجاء البيضاوي، غيبحث على انه يحافظ على المركز ديال المساعد المدرب، فهو غيبغي يقترح المدرب اللي غادي يبغي يخدم معاه، والمدرب لا قدر الله اللي غادي يجي وما غاديش غادي يفشل سيادة الفريق الرجاء البيضاوي، فالمسؤولية اللي غيتحملها ماشي غير الجناني بوحدو ولكن حتى رئيس فريق الرجاء البيضاوي حتى عادل هذا. فخاصة الأمور، فقلنا لك قبل ونصحناك أن إلا بغيتي مدرب وتلفتي فراه كاينين جوج أطر رجاوية كبار بزاف وكيتحتارمو من الجميع لدول الفرق المغربية حاليا ومشهودة لهم بالكفاءة ديالهم، هما فتحي جمال وحرمة الله. هاد الناس هادو حاول تتعامل معاهم، هاد الناس حاول تاخذ النصيحه ديالهم استشاره انهم يجيبوا لك مدرب بقيمه ديال فريق الرجاء البيضاوي. اما بخصوص الاخبار اللي تداولت مؤخرا حول مفاوضات ديال فريق الرجاء البيضاوي مع طارق مصطفى المدرب السابق ديال اولمبيك اسوي، بالفعل كاين مفاوضات حاليا مع هذا المدرب، ماشي غير هذا المدرب بوحده، راه كاينين مدربين كبار وكثار انهم الرجاء البيضاوي داخل معهم في حوار. نقدروا نقولوا ان الصفقه ديال طارق مصطفى او المفاوضات وصل 81%، فكاين مدرب اخر واصل 90%، وكاين مدرب اخر واصل 95%، وكاين مدرب اخر صافي كانت تحسبات مع الامور وتراجعت للاسف، هو اللي تراجع على توقيع الفريق الرجاء البيضاوي. هذه باش تعرفوها كمعلومه. فحاليا طارق مصطفى داخل في مفاوضات مع فريق الرجاء البيضاوي، شفنا انه نقدروا نقولوا بروفيل ديال المدرب صالح لفريق الرجاء البيضاوي. علاش؟ لان شفناه مع اولمبيك اسوي كيفاش كان كيتعامل مع فريق بدون نجوم وكيفاش كان كيزير اللاعبين ديال اللعب مع فريق الرجاء البيضاوي، زير اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، انتصر على الوداد. المدرب عنده واحد القيمه وعنده واحد لا فالور داخل ارض الملعب وكيتحكم في الفيسير. اما بخصوص المدرب او مساعد المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي المدرب الحالي ديال سيمبا التنزاني ديفيس فادلو، والذي كان مساعد كما قلنا سابق للمدرب الالماني جوزيف زيمباور، فالرجاء البيضاوي صيفطت لي عرض لكن للاسف رفضوا وخبرهم ان عنده مشروع مع الفريق ديال سيمبا التنزاني، عنده مشروع ريادي معهم انه ما مستعدش حاليا يخوي بهم كما كيقولوا، انه غادي يحترم العقد ديالو مع الفريق ديالو، ما مستعدش انه يرجع الفريق الرجاء البيضاوي حاليا. هذه بخصوص الناس اللي كانوا كيطالبوا المكتب المستير عدي الله بالتعاقد مع المدرب ديفيس فادلو المدرب السابق او مساعد المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي. حنا كنأكدوا لكم ان اداره فريق الرجاء البيضاوي راسلت ليه عرض، حاليا هو عنده مشروع ريادي مع الفريق ديالو، فاحترم العقد ديالو. هنا هذو هما المدربين اللي باغيين انهم ما كيفكروش في المسائل الماديه اكثر ما كيفكروا انهم باغيين يحققوا انجازات مع الفرق ديالهم.
كنت منه لحد سعيد رفقة فريقي سيمبا تنزاني. الرجاء البيضاوي الآن مازال كما قلنا في مفاوضات مع مدربين آخرين، من بينهم المدرب الدولي السابق للمنتخب الجزائري اللي هو المدرب بالماضي. فإدارة فريق الرجاء البيضاوي تواصلت مع المدرب الوكيل الأعمال ديالو باش كنقول لكم أن الأمور ديال المدرب أنها حسمت. لحد الآن المدرب لم يحسم، وعلى الأرجح غادي تقدر يتحسم في هذه اليومين هذه. فاللي نقدروا نقولوا أن إدارة فريق الرجاء البيضاوي حاليا كتواصل مع عدد كبير من المدربين وكتبحث على البروفيل ديال المدربين اللي غيصلحوا لفريق الرجاء البيضاوي. فالآن كتواصل حتى مع بالماضي. بالماضي البروفيل ديالو مدرب كبير بطبيعة الحال، مدرب اللي حقق إنجاز مع منتخب الجزائر وفاز معه بكأس إفريقيا. كمل المشوار ديالو فشل مع المنتخب الجزائري، هذا الفشل وارد. فهو الآن مدرب بدون فريق، هو الآن كيعيش في فرنسا ماشي في الجزائر. هذه للتوضيح. فهو من تم الإقالة ديالو من المنتخب الجزائري فهو توجه مباشرة إلى دولة فرنسا، لأن هذاك هو المنشأ ديالو. والآن إدارة فريق الرجاء البيضاوي كتواصل معه، وماشي غير معه، هو مع عدد كبير ديال المدربين. لكن في الجديد هو أن إدارة فريق الرجاء البيضاوي مرة أخرى بغات تفاوض مع زين باور، لكن خرجوا فئة كبيرة من المنخرطين اللي رفضوا أنهم يتفاوضوا معه. ولكن خرجوا واحد الفئة أخرى قالوا لا، من الأحسن أنه هو اللي ولد الفرقة، هو اللي عارف الفرقة، هو اللي هذه الفرقة قادها، هو اللي غادي يعرف لها. فاللي كيميل أنه عدد كبير من المنخرطين رفضوا العودة ديال زين باور، وحتى المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي رفضوا أنهم يتفاوضوا مع زين باور. كاين واحد اختلاف، كاين واحد تقاسم الرأي أنهم رافضين التعامل مع المدرب الألماني زين باور مرة أخرى، وكيقلبوا على مدرب آخر، وقالك بأن فريق الرجاء البيضاوي لا يقف على زين باور. بالفعل فريق الرجاء البيضاوي ما كيوقفش على زين باور، ما كيوقفش على حتى شي لاعب. فحاليا نقدروا نقولوا ان المدرب الالماني زين باور باش غادي يرجع لفريق الرجاء البيضاوي صعيبه جدا، لان حتى الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي غير راضي على العوده ديال زين باور. كاين واحد الفئه كبيره انهم ما باغينش يرجع زين باور بعد، وكاين واحد الفئه متوسطه باغين يرجعوا زين باور. فعلى العموم في الفئه الكبيره هي اللي ما باغاش زين باور يرجع الفريق الرجاء البيضاوي. فنظركم نتوما اعزائي المتابعين، واش نتوما مع العوده ديال المدرب الالماني زين باور فريق الرجاء البيضاوي، ام نتوما ضد العوده ديالو؟ كنتمنى منكم تعطونا الاراء ديالكم في التعليق، لان هذا الملف هذا دخل في واحد الفوهه كبيره، ان كاين شي منخرطين شرفاء بحسن النيه ديال فريق الرجاء البيضاوي انهم باغي الخير فريق الرجاء البيضاوي اختارحوا المدرب الألماني زين باور، وهاد الناس عندهم مكانة كبيرة داخل المنخرطين ديال فريق الرجاء البيضاوي. على العموم نتمنى أنكم تعطونا الآراء ديالكم في التعليق، واش نتوما مع العودة ديال المدرب الألماني زين باور فريق الرجاء البيضاوي أم لا؟ أما بخصوص المدرب التونسي ومدرب الرجاء البيضاوي السابق شابي، فإدارة فريق الرجاء البيضاوي كتفاوض معه أيضا، هو الآن كيدرب في الكويت. فإدارة فريق الرجاء البيضاوي رسلت لي العرض، الآن كيتفاوضوا مع الوكيل الأعمال ديالو. المدرب عنده رغبة أنه باش يرجع لفريق الرجاء البيضاوي، باش نكونوا صريحين، عنده رغبة باش يرجع لفريق الرجاء البيضاوي، عنده رغبة أنه باش ميبقاش مكمل مع الفريق الكويتي. حاليا نقدروا نقولوا الرجاء البيضاوي كتفاوض مع مدربين، وشحال من مدرب الآن واصل مع مفاوضات متقدمة كما قلت لكم. طارق مصطفى الان الشابي، ايضا المدرب السابق لفريق او المنتخب الجزائري بالماضي، كاين مدرب فرنسي، كاين مدرب بوسني مع كيفاوضوا فريق الرجاء البيضاوي، كاين ايضا مدرب من فرنسا، كاين من اسبانيا، كاين غاريدو، ايضا كاين قائمه كبيره ديال المدربين الان اللي كتفاوضوا فريق الرجاء البيضاوي. على العموم هذا الشيء اللي كاين
في اخر اخبار فريق الرجاء البيضاوي، كنت من منكم كالعاده دعموا القناه بالضغط على زر الاعجاب مع تعليق على الفيديو والاشتراك في القناه. شكرا لكم والى اللقاء.